أكدت مصادر في الأمم المتحدة تعيين البريطاني مارتن جريفيث مبعوثا أمميا جديا لها في اليمن خلفا لإسماعيل ولد الشيخ أحمد. وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن ديجوريك قال إن المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد سيتنحى عندما ينتهي عقده الحالي في نهاية فبراير بعد نحو 3 سنوات في وظيفته. وكانت الأمم المتحدة قد عينت ولد الشيخ أحمد مبعوثا دوليا في 25 من أبريل عام 2015 خلفا لجمال بن عمر الذي قدم استقالته بعد فشل الجهود الرامية لإنهاء النزاع الناجم عن انقلاب ميليشيات الحوثي الموالية لإيران.